مازال خير ولا زالت تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار اليوم زي ما عودناكم عن كل الأخبار والأحداث الرياضية، ولكن تغطيتنا المرة دي مختلفة شوية لأنه في جدل كبير جدا حول إيمان خليف الملاكمة الجزائرية اللي شاركت في أولمبياد باريس واستطاعت إن هي تجبر منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية على الانسحاب. طيب أفكركم بالقصة بسرعة جدا. إيمان خليف اللي موجودة معانا على الشاشة دلوقتي الملاكمة الجزائرية خاضت أولى منافساتها أمام الإيطالية أنجيلا كاريني، وبعد 46 ثانية أنجيلا كاريني أعلنت انسحابها بعد ما تلقت لكمة قوية جدا من إيمان خليف. وبعد المباراة أو بعد ما تم إعلان فوز إيمان كتبت المنافسة الإيطالية ليها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحتها الشخصية أنه لا مش من المفترض أن يكون للرجال مكان في منافسات النساء، وفي إشارة ليها أو اتهام واضح وصريح لإيمان خليف بأنها يعني مش أنثى. الحقيقة انه ايمان ليها يعني هيستوري في القصة دي، وكانت يعني كانت من المفترض ان هي اللجنة الاولمبية العالمية او الدولية اقرت انه ايمان انثى، وان كان طبعا الموضوع محرج جدا وكان داخل فيه جزء تنمر، وبدأ ناس كتير او بدأ صحف الغربية كلها تتنمر على ايمان خليف وبتنعتها او وصفتها بانها ليست انثى. معنا من الجزائر الصحفي احمد بن خرفيه الصحفي الجزائري للحديث عن اخر مستجدات الازمه في الجزائر والصحافه الجزائريه تناولت الامر ازاي. احمد برحب بك معنا في تلفزيون يوم السابع. اولا اهلا وسهلا بك اخت نورهان، وتحيه طيبه لكل مستمعيك الافاضل ومشاهديك الاكارم. خليني في البدايه نقول الف مبروك للاخوه الاشقاء المصريين، تاهل منتخب مصر البارحه بجداره واستحقاق الى دور النصف النهائي للحصول ان شاء الله على الميداليه. سعيد جدا بالتواصل معك ومع كل الاصدقاء هناك في مصر. طبعا احنا اسعد يا احمد، وطبعا بنشكرك على تهنئتك للمنتخب المصري. وخلينا نتكلم عن ايمان خليف والازمه عندكم في الجزائر شكلها ازاي. يعني كلمنا انت من واقع وجودك طبعا في الجزائر، كلمنا عن شكل الوضع ازاي او الصحافه الجزائريه تناولت الامر ازاي والمسؤولين طبعا. هو الأخت نورهان لابد أن نعود إلى الوراء حتى نفهم حيثية القضية. إيمان خليف ليست المرة الأولى التي يتنمر عليها الصحافة الغربية أو وسائل الإعلام الغربية، لأنه في بطولة ألعاب كأس العالم للملاكمة في تم الوصول إلى الدور النهائي بثقت بهذا التنمر، بهذا الاستهزاء، بهذا الاحتقار، بهذه العنصرية، بهذه الجهوية. خسرت إيمان خليف البطولة وتم حرمانها بطريقة ساذجة جدا. اليوم الألعاب الأولمبية أكبر محفل في العالم اليوم، وهو تغطيه تقريبا جل الصحافة العالمية والعربية والإفريقية وكل وسائل الإعلام في العالم اليوم. ما حدث لإيمان خليف أنه فازت على الإيطالية بجدارة واستحقاق بالضربة القاضية في مدة لا تتجاوز 45 ثانية. الصحافة الغربية لم تهضم هذا الأمر، ولكن نورهان الصحافة الفرنسية بين قوسين التي دائما حقدها كبير على الجزائر وحقدها كبير على بلد الشهداء وحقد عنده مدى بعيد جدا، هي من بدأت هذا التنمر، وهي من بدأت هذا الاحتقار، وهي من بدأت هذا الابتزاز للوفد الجزائري منذ حفل الافتتاح. اليوم جل الصحافة العربية والجزائرية هي اليوم متضامنة مع إيمان خليف لما حدث لها، والصحافة الجزائرية اليوم تدفع بكل تدافع بكل قوة على إيمان خليف البطلة الجزائرية، حتى أنها جاءت بصورها في الابتدائي في المتوسط الإعدادي وفي مرحلة الثانوي كونها وفي كثير من حياتها الشخصية لإيمان خليف. أعتقد بأنه ما حدث هو ضربة للجزائر بطريقة غير مباشرة من الإعلام الفرنسي بالدرجة الأولى. طيب على المستوى الرياضي، يعني إيمان في دعم كبير من المسؤولين الجزائريين وتحديدا الأولمبية الجزائرية فيما يخص هذه الوقعة، صح كده؟
أكيد، لأنه من وزير الشباب والرياضة، من رئيس اللجنة الأولمبية، من وسائل الإعلام. خليني نور نعطيك ملاحظة: رياض محرز، إسلام سليماني، يوسف البليلي، بغداد بونجاح، فارس الشعيبي، كل نجوم المنتخب الجزائري، زين الدين زيدان، فرانك ريبيري، كل النجوم الذين يحبون ويعرفون قيمة الجزائر سواء كانوا جزائريين أو غير جزائريين، أكدوا دعمهم ومساندتهم عبر صفحاتهم في الانستغرام والفيسبوك وتويتر دعما لإيمان خليف البطلة الجزائرية. حضرتك كنا بنتكلم معاك بندردش قبل المداخلة دي، وقلت لي إن إيمان ممنوعة من أي أحاديث صحفية بأمر من رئيس البعثة الجزائرية، صح كده؟ أكيد البعثة الجزائرية تريد أن تحافظ على معنويات إيمان، وحتى لا تريد أن توقعها الصحافة الغربية ربما في إحراج أو في أي أمر. تم أن تبقى إيمان مركزة فقط على الدور القادم، إيمان تبقى مركزة بعيدا عن وسائل الإعلام، إيمان تبقى مركزة بعيدا عن الضغوطات، عن الكلام الذي يقال هنا وهناك. لهذا لم نجد تصريح لإيمان خليف في أي وسيلة إعلامية بعد البعثة الأولمبية التي أكدت دعمها من خلال بعض التصريحات للقنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام وبعض الجرائد ومواقع التواصل دعمها لإيمان خليف في هذه البطولة. تتصور إيمان شعورها إيه دلوقتي؟ إيمان يا نورهان قوية أكثر مما يتصور هؤلاء. إيمان مرشحة لأن تحرز الميدالية الذهبية للعرب وللجزائر. إيمان بطلة قوية، إيمان حرمت من كثير من المنافسات من خلال هذا التنمر وتعرضت له في كثير من المناسبات، ولكن إيمان دائما مركزة على عملها وشغلها، ومركزة على أنه تكون واجهة مشرقة ومشرفة للجزائر وللوطن العربي في الملاكمة. طيب كلمة أخيرة بقى من حضرتك لإيمان وكل رياضي بيتعرض أو تعرض للتنمر. أولا نورهان أريد أن أرفع القبعة لقناة اليوم السابع، مشكورين على هذا الدعم، وليس بالجديد على الإخوة الأشقاء المصريين الذين يدعمون إيمان. نحن كصحفيين، كمتتبعين، كجمهور رياضي، كجزائريين، من الرئيس إلى أبسط مواطن، كلنا دعم لهذه البطلة الأولمبية. حتى وتخسر الميدالية، حتى وتقصى، حتى ويتنمر عليها الكثيرين والبعض، تبقى إيمان في عيون الجزائريين بطلة من نوع خاص. نتمنى لها التوفيق والسداد إن شاء الله في هذه البطولة. أحمد بن خرفية الصحفي الجزائري، بشكر حضرتك لمداخلتك معنا في تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لك أختي نورهان، وتحية طيبة لكم ولكل الأشقاء المصريين. طبعا كان معنا الأستاذ العزيز أحمد بن خرفية الصحفي الجزائري في مداخلة هاتفية في تلفزيون اليوم السابع، وتحدث عن آخر تطورات أو إيه اللي حاصل في الجزائر بعد أزمة إيمان خليف، الملاكمة الجزائرية اللي تعرضت للتنمر من قبل الصحافة الغربية بعد فوزها بالقضية زي ما بيقولوا على المنافسة الإيطالية أنجيلا كاريني. والحقيقة أنه أحمد بن خرفية قال أو يعني لمح لفكرة أنه الموضوع ممكن يكون ليه برضو تبعيات من أثر الصراع التاريخي ما بين الجزائر وفرنسا، وأنه الغرب ما يعني مش بسهولة بيتقبل أن يكون في بطل عربي، ده على حسب طبعا قوله. وفي النهاية هو قال أن كل المسؤولين في الجزائر بيدعموا إيمان خليف ضد التنمر، وقال أنه الميدالية الذهب تنتظرها إن شاء الله في أولمبياد باريس. دي كانت تغطيتنا هنا من صالة تحرير اليوم السابع حول أزمة إيمان خليف الملاكمة الجزائرية. مستمرين مع حضراتكم في تغطيات مختلفة على مدار اليوم، اوعوا تروحوا أي حتة.